الكحل هذا بصنعه لي 55 سنة، تعلمت هذه الصنعة وأنا عمري 10 سنين، شفتها من وراء أمي ظليت متذكرها لليوم. الكحل هذا بصنعه من قماش تويت ومن زيت الزيتون، وقماش التويت الحين فيش منه مقطوع. هذا من زمان عندي شقفة قماش إلى 35 سنة وأنا محافظ عليها، هذا تراث. والحين لما آن الأوان طلعت أعمل فيها كحل، بعمله من زيت الزيتون وبحطه في الصحن وبحط عليه صينية. هذا اللي بنحك كله هي في الكحل هذا، بس يخلص بلمه بحطه في المكاح، وبعدين مفيد للعين لرمد الربيعي لحساسية العين وللالتهابات العين. هذا لما ينحط في العين بخف الألام، وهذا زمان صنع أجدادنا وأمهاتنا من قديم الزمان.